Ya lo hace. Pierna derecha, directo al arco. ¡Golazo! ¡Golazo! كانت أول مرة بيلي بيشوف أبوه بيعيط في حياته. كارثة الماراكانا كانت صدمة لكل البرازيل، وبيتنا ما كانش استثناء. وفي لحظة يأس بيلي وعد أبوه إنه يجيب له كاس العالم بنفسه علشان يحاول يوقف دموعه. وبيلي ما تأخرش كتير في الوفاء بالوعد. 17 سنة بس كان عمره لما تلعب بأعتى منتخبات العالم في 58، وحصد للبرازيل أول مونديال في تاريخها. وبعد ما أوفى بوعده لأبوه، انطلق بيلي علشان يكتب تاريخه الخاص ويصنع مجده الشخصي. أندية أوروبا تجننت وتحركوا علشان يخطفوا موهبة القرن، وأنجيليو موراتي رئيس إنتر ميلان كان الماكر اللي قدر يقنع إدارة سانتوس بالصفقة. لكن جماهير سانتوس اتجننت وهددت بأعمال شغب لو اكتملت الصفقة، بل وصلت تهديدات قوية لرئيس سانتوس بعد تخليه عن جوهرة النادي. عشان يتراجع رئيس سانتوس ويتصل بموراتي ويترجاه يقطع العقد. وفعلا استمر بيلي لسنين طويلة في سانتوس بعدها، وناس كتير بتقلل من بيلي لأن عمره ما لعب في أوروبا. طيب ما تيجوا نشوف بيلي عمل إيه في أقوى فريق في أوروبا ذات نفسه. سنة 62 بيلي سجل هدفين في شباك الجيل الذهبي لبنيارول علشان يقود سانتوس لأول لقب كوبا ليبرتادوريس في تاريخه. لكن التحدي الأكبر كان كأس إنتر كونتيننتال قدام بنفيكا بطل أوروبا وقاهر ريال مدريد. بيلي كان خارق، سجل جولين في الذهاب وهاتريك في الإياب، وقاد سانتوس لللقب التاريخي من قلب ملعب دالوش. مستوى غير عادي دفع كوستا بيريرا حارس بنفيكا للتصريح بعد المباراة: لقد حضرت للمباراة على أمل إيقاف لاعب عظيم، لكني غادرت وأنا مقتنع أنه ولد في كوكب مختلف عن الذي ولد فيه بقيتنا من اللاعبين. وصحيح أن بيلي ما كانش عنده توجهات سياسية واضحة زي مارادونا، وما كانش مناضل سياسي زي سقراطس، لكن سلاحه الأهم كان كرة القدم. بقطعة الجلد المدورة دي قدر حتى أنه يوقف حرب أهلية. سنة 69 كان في حرب أهلية شرسة مشتعلة في نيجيريا بقالها سنتين، لكن لما نادي سانتوس بقيادة بيلي قرر يزور نيجيريا علشان يلعب مباراة ودية، اتفق الطرفين المتنازعان على وقف إطلاق النار لمدة يومين. ودي كانت نفس السنة اللي بيلي حقق فيها إنجازه الأشهر، الهدف الألف. بيلي كان مهووس بالرقم لدرجة انه حسب كل احصائياته في المباريات الودية والاستعراضية لحد ما جت لحظة الحقيقة. 19 نوفمبر سنة 1969، ملعب ماراكانا، المنافس فاسكو دا جاما، في حضور اكتر من 120 الف متفرج. بيلي بيتحصل على ركلة جزاء في الشوط الثاني، بيسدد وبيسجل وبيزيح حمل كبير من على كتفه، وفجأة الملعب بيتملي بالجماهير والمصورين. بيلي بيترفع على الأعناق، كل الناس نسيت المباراة، نسيت النتيجة، الكل انشغل بالحدث الأهم، الهدف الألف للملك بيلي. ويمكن عنوان مسيرة بيلي هو أنه أكتر لاعب حقق كاس عالم على الإطلاق برصيد 3 مرات، لكن التفاصيل ما كانتش دايما وردية. في نسخة 62 البرازيل كانت خارقة، لكن بيلي سيء الحظ اتصاب في الدور الأول وغاب عن باقي المباريات علشان يلعب جارينشا دور البطولة في اللقب. المونديال الثاني في 66 الوضع كان أسوأ. بيلي تعرض لعنف غير طبيعي في مباراتي بلغاريا والبرتغال، فولات شرسة دون حماية تحكيمية، وبيلي اضطر يلعب وهو مصاب لعدم وجود تبديلات وقتها. عشان يخرج بيلي ويعلن عن قراره بعد خسارة البرازيل: أنا مش هلعب مرة تانية في كأس العالم. لكن ما كانش ينفع نهاية الملك بيلي في كؤوس العالم تكون المشهد وهو واقع على الأرض بيتألم. بيلي كان محتاج رقصة أخيرة مع الكرة قدام أنظار العالم. ورغم رفضه الشديد في البداية، إلا أن مسؤول البرازيل نجحوا في إقناع بيلي أخيراً أنه يرجع للمنتخب قبل كأس العالم 70. والبرازيل في كأس العالم 70 وصلت للكمال الكروي. ترسانة هجومية سجلت 19 هدف في 6 مباريات فقط. خط هجومي أسطوري فيه جارينزينيو، ريفيلينو، توستاو، ومعهم الملك بيليه.
وفي النهائي كان الصدام أمام ملوك الدفاع إيطاليا. نهائي افتتحه بيليه بهدف رأسي تاريخي بعد ارتقاء خيالي، ما قدرش بورجينيتش مدافع إيطاليا غير إنه يتفرج عليه زي المشاهدين. بورجينيتش صرح بعدها: قلت لنفسي قبل المباراة إنه شخص من شحم ولحم مثلنا، لكني كنت مخطئاً. ورغم اعتزال بيليه دوليا وإنهاء مسيرته مع البرازيل بالفوز بكأس العالم للمرة الثالثة ثم اعتزاله بشكل كامل عام 74، لكن في سنة 75 رجع بيليه من الاعتزال علشان ينضم لنادي نيويورك كوزموس الأمريكي. ومهمة بيليه في الولايات المتحدة ما كانتش داخل الملعب بس، لكنه ساهم بشكل كبير في انتشار رياضة كرة القدم هناك وتوسيع قاعدتها الجماهيرية. والناس في أمريكا تجننت لما شافوا بيليه، لدرجة إنهم كانوا بيتدافعوا نحوه في الشارع علشان مجرد يلمسوه. وفي 1 أكتوبر سنة 1977 اعتزل بيليه في مباراة استعراضية لا تنسى بين سانتوس ونيويورك كوزموس. المباراة بثت عبر محطات عديدة على مستوى العالم وشهدت حضور مكثف لشخصيات عامة وشهيرة. بيليه لعب الشوط الأول مع كوزموس ولعب الشوط الثاني مع سانتوس. ولما كانت المباراة في دقائقها الأخيرة بدأت الأمطار في الهطول عشان تعنون إحدى الصحف البرازيلية: حتى السماء كانت تبكي حزناً على اعتزال بيليه.